فوائد كلوسيز. وايه هو الكلوسيز ده؟ عباره عن ايه؟ هو مكمل غذائي بزيت كبد الحوت. وطبعا الميزه فيه انه في الاوميجا 3، في فيتامين د، في فيتامين الف. والحقيقه ان هو يحتوي على الثلاث انواع من الفيتامينز دي، حاجه حلوه جدا احنا ناخدها من خلال كبسوله واحده بس. عندنا علبه الكلوسيز فيها ثلاث شرايط، الثلاث شرايط دول تقريبا كل شريط فيه 10 كبسولات. عايزه اقول انه دكتور مصطفى حامد الاستشاري لشركه AMD المنتجه لهذا الكلوسيز قال لنا انها مناسبه جدا لمرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الكوليسترول، مرضى القلب، وكمان للاطفال اللي عايزين نزود نسبه المناعه عندهم، لانه طبعا فيتامين الف من الحاجات المهمه جدا. نخلي بالنا قوي الناس اللي بتقع شعرها بشكل او باخر، نخلي بالنا انه ده نقص فيتامين الف. وفيتامين د مهم جدا للعظم، في ناس كتير بيجي لها الام في العظم وتبقى متخيله ان عندها مشاكل، وبتبقى في النهايه لما بتعمل تحليل بيطلع نقص فيتامين د، لما تروح لدكتور عظام بيتقال لها كده انت عندك نقص فيتامين د، في اعراض ليه. كمان نقص الكالسيوم بيأثر، من ضمن الحاجات اللي بيبقى ليها تأثير كبير جدا. فخلينا دايما لو احنا مش حريصين قوي على ان احنا ناكل وجبات فيها اسماك وتونه وحاجات الغنيه باوميجا 3 زي الماكريل والسردين، الحاجات اللي هي فيها نسبه الدهون الحلوه دي، يبقى احنا على الاقل نعوض ده بمكمل غذائي فيه زيت كبد الحوت الاوميجا 3 زي الكلوسيز، لانه لا يختلف الماده الفعاله اللي موجوده فيه عن المستورد، بالعكس هي بس فقط نفس الماده الفعاله، لكن الفرق ان ده كبسوله اطول شويه وتقفيل بره، لكن ده بتوزعه هنا الشركه المصريه وهي اكبر شركه من شركات توزيع الادويه في جمهوريه مصر العربيه.